ساتواجد في المسيره وبحشد لده على قد ما اقدر من مسيره مصطفى محمود. طبعا في اربع مسيرات تانية، ده السيده زينب ومن امبابه. بلغوك ان في عنف؟ قالوا لي خلي بالك في هيبقى في عنف بكره. لا ما حدش بلغني يبقى في عنف. ما قالوكيش اللي بيخافوا عليكي؟ لو احمد بيخاف عليكي وفي بكره عنف، لا احنا من اول ما بدات، يعني من زمان واحنا بنتوقع ان في احيانا بتحصل اندساس وبيحصل في اشكال من العنف، وده مش هيوقفنا. دي بتبقى حاجات بتبقى مفتعله من قبل بعض الانظمه اللي متوجهه لها هذه المسيرات لتشويه شكل الصوره وتشويه الموضوع. لكن احنا من يعني اعتقد ان يعني 18 يوم بتوع الميدان كانت كفيله ان هي تقول الناس الحقيقيه اللي قامت بالثوره دي، ان هم كانوا رافعين شعار وعمرهم ما هيتخلوا عنه، شعار اسمه شعار السلميه، وده كان بيننا وما بين وزاره الداخليه. انما لما تضطر النظام اللي ينزل ناسه ويستغنى عن الداخليه وينزل ناسه تروح تفضي الاعتصامات، هذا هو ما يخلق العنف. مش احنا لما تلجا النظام ان يقول لك خلاص بقى الداخليه مش عايزه تفض الاعتصام اللي عند الاتحاديه، طب خلاص خليكم الداخليه انتوا، يلا انا هبعت ناسي هم يروحوا يفضوا الاتحاديه. لما يبدا المواطن او المتظاهر يبص ان هو بيواجه زميله المواطن مش بيواجه الدولة، فده بيلجأ منه، لا انت احسن مني في ايه، انت مش ضابط، انت مش امين شرطة، انت جاي، انت مين اللي قالك تيجي تتهجم عليا في الاعتصام؟ لو امين شرطة ماشي، لو مش امين شرطة ما يمشيش. لا ده دوره الداخلية في دورها، انما يجيب لي ميليشيات ويقول لهم المرشد امر بان انتوا تنزلوا تفضوا الداخلية، ويجي لي مواطنين باسلحة في الداخلية متوقع ميليشيات بكرة، وتقول انا بتوقع كل، خلاص انا بتوقع اي حاجة تحصل من هذا النظام. يعني مفيش اي حاجة مش ممكن اتوقعها منهم، يعني في الجانب السلبي في الجانب الشرير زي ما بيقولوا، يعني انما اتوقع منهم اي حاجة، اتوقع ان ده يحصل. بس عايزة بس ااكد ان احنا يعني فكرة ان السلمية احنا اللي كنا رافعينها واحنا اللي كنا قايلينها، وباكد ان اضراب 6 ابريل 2008 اللي حصل قبل كده كان في وقتها الاخوان المسلمين اعلنوا عدم رفضهم للمشاركه في هذا الاضراب، وان هم مش موافقين عليه، والتاريخ يعني عمره ما هينسى الموضوع ده. لا في الدعوه كانت عامه، دعوه بدات في المحله، بدات من المحله، ولكن احنا تبنينا هذه الدعوه، دعوه خرجت فعلا من عمال المحله، احنا دمرنا هذه الدعوه ان احنا نعملها في اضراب عام للشعب المصري، وهم قالوا مش هنشارك في يوم 6 ابريل 2008 عشان التاريخ يبقى عارف بس مين اللي شارك ومين اللي ما شاركش. انما تاني هرجع اقول ان الدوله التي يعني تلجا الى انصارها ومعاونيها للقضاء على المتظاهرين هي من تخلق العنف مش المتظاهرين. طب انجي، يعني بما انك انت بقى من جوه وانت متحدثه وده، فاحكي لنا على العنف اللي رايحين تعملوه بكره. لا هو احنا عمرنا اصلا ما عملنا عنف ولا بكره ولا في اي مسيره او في اي فعاليه. احنا الامريكان صحابكم اللي قالوا، احنا مش احنا اللي بنقول صحابنا الامريكان صحابنا الامريكان بقوا صحابنا الثانيه اللي كانوا صحابنا مرسي وجماعه مرسي من صحابنا، وبعدين هي المصالح بتتصالح معاهم يعني. فلا احنا اكيد عمرنا ما تبنينا اي دعوه فيها عنف، بالعكس احنا نهجنا وفكرنا هو السلميه، وده اللي كنا بنحاول من 2008 ان احنا شغالين على الفكر ده وبنحاول ان احنا ننشره عن طريق كورسات، سواء كنا احنا بنقدمها للشباب اللي مش منتمي حتى للحركة، كورسات التغيير اللا عنيف وغيره، فمش احنا اللي هنعمل العنف يعني. بالعكس احنا اثبتنا في 25 يناير اللي هو الثورة كان كل لافتاتنا السلمية، حتى 25 الاحتفالية اللي هم قالوا برضو بقوا يخوفوا الناس. مين اللي روج ان بكرة في عنف؟ طيب مين ايه؟ مين اللي روج حضرتك؟ ما حضرتك الامريكان صحابكم دلوقتي الامريكان صحاب سفارة امريكا تحذر من موجة عنف بمصر السبت، لانه هم لان الفتره الاخيره كان اي خروج للمعارضه للمواطنين اللي رافضين سياسه مرسي اللي هي امتداد لسياسه مبارك، فخارجين ان هم يرفضوا ده، بيقف قدامهم جماعه وعشيره النظام اللي هو دكتور مرسي، فبالتالي بتتحول لعنف. فطبيعي ان هم يخافوا ان هو بقى دلوقتي اي مواطن حابب ان هو يخرج يعبر عن رفضه للنظام ده بيتم قتله، وبتتحول الموضوع لمعركه جديده وموقعه جديده بتتبناها الدوله بجماعات وعشيرتها وأداتها القمعية. يعني بكرة هتقولوا يسقط، يسقط إيه؟ يسقط الاستبداد، يسقط النظام، لان النظام لم يسقط لحد اللحظه دي. انا هقول يسقط محمد مرسي. يعني اكيد، لان هو النظام، انا هقول يسقط محمد مرسي، النظام لحد دلوقتي مستمر. اللي احنا كنا المفروض من 25 يناير 2011 بنقول الشعب يريد اسقاط النظام، احنا اسقطنا راسه، بس هيتهيأ لنا ان احنا اسقطنا راسه، لان احنا دلوقتي في نظام هو اكثر فساد موجود، نظام اكثر تضييق على المواطن، اشد فقر على المواطن، المواطن هو اللي بيدفع دلوقتي ثمن حتى الثوره اللي هو قام بيها ضد
السلوك اللي كان موجود، دلوقتي بقى في سلوك اشد منه، وبالتالي هننزل نقول يسقط النظام ويسقط محمد مرسي، لان هو مرسي هو مبارك في سياسته اللي موجوده في كل في سياسته، في نفس العقليه اللي بيتعامل بيها النظام حاليا في على كل المجالات، سواء اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا، كان مبارك اللي بيحكم بنفس العقليه، فبالتالي اكيد يسقط محمد مرسي. تفتكر الناس شايفينكم ازاي النهارده؟ يعني اكيد في اراء مختلفه، في المتفائل وفي اللي شايف الاستبراهيم الامل، وده بنسمعه من ناس كتير سواء في الشارع واحنا ماشيين في الشارع، ناس تقول انتوا الامل، انتوا ليه ساكتين على مرسي وادائه، وفي ناس كتير برضو متخوفه لحد ما، وفي ناس المنتمين لجماعه الاخوان او قريبين من السلطه بالتاكيد شايفيننا اعداء الوطن و بس الاخوان اللي شايفينكم اعداء الوطن، ولا في ناس تانية شايفينكم بستة ابريل بتوع صربيا واللي اتدربوا واللي عملوا الخيانه والكنتاكي والحاجات دي كلها؟ يعني نفس الكلام اتقال وقت الثوره، اتقال بعد الثوره مباشره، اتقال وقت المجلس العسكري، وقدمنا بلاغات ضد من قال هذه الاشاعات، ولم نرى اي اثبات عن تمويل، شيكات، تخريب، تدريب على سلاح، تخابر مع دول اجنبيه، فكل من يملك اي دليل او يزعم ان هو يملك دليل فليقدمه لجهات التحقيق. يعني قناعه الناس ب 6 ابريل زادت بعد، يعني لو كان في اتهامات موجهه في فتره الحكم العسكري والناس كانت مش عارفه مش قادره تصدق مين، النهارده الناس زادت قناعتها ب 6 ابريل ولا قلت قناعتها ب 6 ابريل؟ يعني بالتاكيد في بعض في قطاعات يعني قد تكون المعلومه مش واصله ليها بالقدر الكافي، او كان هناك يعني حملات تشويه متعمده ايام مبارك وبعد مبارك، وحتى هذه اللحظه برضو السلطه والاخوان بيمارسوا التشويه بشكل منظم يعني. فده بنحاول نوصل لهم وبنتكلم بنخاطب العقول، بنتكلم طب فين التمويل؟ طب فين دليل التمويل؟ طب لو تخابر مع الخارج يعني ايه تخابر؟ وليه سايبيننا ليه لغايه دلوقتي؟ فاعتقد ان الحوار لما بنوصل لفئات كثيره وبنحاور معاهم الوضع بيختلف كثير.